بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي وبناتي طلبه وطالبات الصف الاول الثانوي في حلقه جديده من برنامجنا بنك المعرفه. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الانيمال تيشو. احنا اتكلمنا قبل كده عن البلان تيشو وقلنا ان هم عباره عن تو تايبس، عندي سمبل تايب اند كومبلكس تايب. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الانيمالز. طبعا الانيمال مور ديفلوبد ذان ذا بلانت، عندي فور تايب of animal tissue. عندي epithelial tissue، عندي connective tissue and muscular tissue، وفي الاخر خالص عندي nervous tissue. يبقى انا عندي كام تايب of animal tissue؟ فور تايب: epithelial, connective, muscular and nervous. الانيمال more developed than plant، عشان كده انا عندي more varied من التيشو. تعالوا نبدا مع بعضينا the first type of the animal tissue. The first one, epithelial tissue. They are cells which cover the surface of the body or lining its cavities. عندي منه simple epithelial tissue بينقسم إلى squamous. السكواموس ده موجود في ال blood capillaries lining the capillaries. الالفيولاي اللي هي inside the lungs. عندي شكل تاني كيوبويدلز، وده موجود في الكيدني تيوبيولز. الشكل التالت اللي هو الكلومينر، وده موجود في الستومك والانتست. تعالوا اكلمكم على التيشو الاولاني اللي هو الابيثيليال تيشو. فين مكانه؟ لازم نعرف فين التيشو ده موجود. ابيثيليال تيشو معناها ايه؟ معناها باللغه العربيه النسيج الطلائي، يعني الكفرينج. Cover the surface of the body، يعني السكين بتاعي ده يعتبر epithelial. Cover the surface. في نفس الوقت lining cavities. Lining here mean يبطن التجاويف، يعني تجاويف الجسم الداخلية دي متبطنة بepithelial. يبقى تاني فين مكان الepithelial؟ مكان الepithelial cover the surface of the body and lining cavities، يعني الجدار بتاع الاستومك، الجدار بتاع الكيدنز، ده كلها made of epithelial. طيب انا دلوقتي هقسم الابيثيليال، هقسمه تبع ايه؟ simple وcomplex. تعالوا نفتكر كده simple tissue معناها ايه؟ ان consists of similar cells. يبقى اللي انا هتكلم عنه من دلوقتي عبارة عن مجموعة من cells similar. طيب similar بقى هتقسميهم تبع ايه؟ هقسمهم تبع shape. ازاي؟ squamous اللي هو شكل يشبه قشرة السمك، ده حاجة رقيقة جدا جدا، موجود في الأماكن زي البلود كابيلاريز لايننج ذا بلود كابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية رفيعة جدا. كمان الالفيولاي دي عبارة عن الاير ساكس الموجودة جوه اللانجز اللي بتعمل اكستشينج اوف جازز، دي أماكن في غاية الرئة رفيعة جدا. الوول بتاعها كله معمولة من سكواموس سمبل ابسيلي. الشكل التاني اسمه كيوبويدل، شكل الكيوب ده موجود في الكيدني، الكليه بتاعتنا التيوبيولز بتاعت الكيدني دي معموله من الشكل الكيوبويدل. النوع الثالث اسمه كلومينر، شكل الكلومينر ده موجود في الاستومك وموجود في الانتستين. يعني انا دلوقتي لو حبيت اقول لكم ده موجود بيعمل ايه لما يكون الابيثيليال موجود في الاستومك موجود في الانتستين، هيعمل ايه؟ هيساعد على digesting للفود والabsorption. تمام كده؟ دي من ضمن الفانكشن of epithelial. كمان في فانكشن تانية بالنسبة للepithelial ان هو secreted للميوكس. الميوكس ده مخاط، بيساعد ان الكافيتيز تكون moist، رطبة، يعني بيرطب التجاويف الداخلية للجسم by secreting للميوكس. دي فانكشن تانية من ضمن الفانكشن بتاعة الepithelial. فانكشن تالتة بالنسبة للإبيثيليال protect the body from microbes and dryness، بيحمينا من الميكروبات ومن الجفاف. يبقى أنا قلت كام فانكشن لغاية دلوقتي للإبيثيليال؟ واحد إن هو help to digest and absorption للفود، أكيد لما يكون موجود في الاستومك والإنتستين. secreting للميوكس، الميوكس ده keep the cavities moist. تالت نقطة إنه protect the body from microbes and dryness. تعالوا نشوف مع بعضينا الكومبلكس بقى. الكومبلكس
دي اشكال بتاعتنا. الشكل الاولاني ده السمبل سكواموس، ده اللي موجود في الالفيولاي وموجود كمان في الول او لايننج ذا وول اوف ذا بلود كابيلاريز. ده الشكل الكيوبويدال، ده الشكل الموجود في الكيدني تيوبيولز. ده الشكل الكلامنر، كلامنر اهو، ده موجود فين يا ولادي؟ ده موجود في الاستومك والانتستين. الكومباوند ستراتيفايد، الكومباوند يبقى بيكون من different layers او different type of cells. زي ما انتم شايفين كده عندي two types of cells، دي outer layer ودي inner layers، وال cells هنا different. ماله ده بقى يا ولادي؟ ده arranged in several or many layers، وان هو موجود في السكين بتاعي. يبقى السكين بتاعي اكيد السكين الفانكشن بتاعته protect the body from microbe and dryness. هو هنا بنقول عليه compound لانه بيكون من many layers of cells. يبقى تالي نتكلم على السكين. السكين بتاعي يعتبر نوع من الابيثيليال، بس مش السمبل بقى، الكومباوند. ليه بقى؟ الجلد بتاعي يا ولادي بيكون من تو لايرز، الابيدرمس اللي هي الاوتر لاير والدرمس اللي هي الانر لاير. الهير بتاعتي بتيجي منين؟ من الانر لاير. فبالتالي انا عندي تو لايرز. السيلز الموجوده هنا ديفرنت، عشان كده هو كومباوند تيشو. هو كومباوند ايه؟ تيشو. يبقى هنا الابيثيليال في المكان ده كومباوند عشان ديفرنت layers different cells. بتعمل ايه؟ بيعمل لي السكين اللي هو بيعمل protect the body from microbes and joints. تعالوا بقى نشوف مع بعضينا ال general function of epithelial tissue. Number one, absorbing water and digested food as in the lining the small intestine. Protecting the cells they covered from dryness and harms as in the skin. Secreting mucus المخاط to keep the cavities soft and moist as in air trachea and digestive canal. يبقى زي ما انتم شايفين كده three different function لone type of tissue depend on the site of this tissue: absorption, protection, secreting mucus. The second type of tissue, connective tissue. تعالوا نتكلم مع بعضينا على ال connective tissue قبل ما نستعرض الأجزاء بتاعته. ال connective tissue يا ولادي ده ال tissue بيعمل connect، ده من ضمن ال function بتاعته، بيعمل connect. كمان بيعمل transport، كمان بيعمل support. يبقى أنا هقسمه ال parts بتاعته أو ال types بتاعته depend on the function. يبقى اللي فات لس الابيثيليال انا قسمته depend on the shape: squamous, cuboidal, clominar. اوكي، لكن هنا هقسم ال type of connective tissue depend on the function. النوع الاولاني اسمه connective tissue proper. ده بيعمل ايه يا ولادي؟ ده connects the organ tightly، ده اللي بيربط ال organ بتاعتي، بيحافظ ان كل organ في جسمي يفضل في مكانه. الهارت موجود في الليفت سايد، الاستومك موجوده في مكانها، السمول انتستين بتاعتي 8 متر موجوده، مفيش جزء يجي على التاني، لان انا عندي كونكتيف تيشو بروبر، ده كونكت ذا بارتس بتاعه السمول انتستين. يبقى اول نوع ده اسمه كونكتيف تيشو بروبر، الفانكشن بتاعته يا ولادي هولدنج اورجان تايتلي، بيبقى عامل زي الاستيك، بيساعد انه يمسك الاورجان بتاعتي. كمان موجود في السكين، السكين بتاعي. الله، ده انت لسه قايله لنا السكين ابيثيليال بالنوع الستراتيفايد الكومباوند. ايوه فعلا السكين ابيثيليال كتو لايرز، لكن الانر لاير الداخليه بتاعه اللي هي اسمها الدرمس، اللي الجلد بتاعي ده يا ولادي بيلتصق على جسمي، على الماسلز بتاعتي، ده لازم يكون مربوط باربطه اللي هي الكونكتيف تيشو بروبر. يبقى مش كل السكين هقدر اقول عليه كونكتيف، الانر لاير اوف ذا سكين اللي انا بسميها الدرمس، يبقى السكين درمس هي اللي كونكتيف تيشو بروبر، انما السكين ككل يعتبر كومباوند ستراتيفايد سكواموس ابيسيل. تمام كده؟ النقطه دي فيها لبس شويه بس كده مع بعضينا. تاني انا بقولها
السكين كله تو لاير ديفرنت، ده يعتبر كومباوند ستراتيفايد سكواموس ايبيثيليال. طب اللاير الداخليه فقط بتاعت السكين اسمها سكين ديرمس، دي اللي بتعمل اتاتش وذ ذا هول بودي، بتخلي الجلد يلتصق مع كل جسمي، دي كونتين كونكتيف تيشو بروبر. تمام كده، فدي تعتبر كونكتيف تيشو. النوع الثاني من الكونكتيف تيشو اسمه سكيليتال كونكتيف تيشو، السكيليتون. ايه السكيليتون ده؟ السكيليتون بتاعي اللي هو البون والكارتلج. البون اللي هي الاماكن اللي هو العظم بتاعنا ده سوليد لانه كونتيننج كالسيوم. في اماكن فلكسيبل في جسمي زي التيب اوف ذا نوز، الاير، دي اماكن فلكسيبل. الاريا او الكارتلج اللي موجوده ما بين البونز اللي هي بتعمل ديكريزنج للفراكشن، دي كلها اماكن كونتيننج كارتلج. وات ذا فانكشن اوف ذا كارتلج؟ طبعا ده اماكن بتدي فلكسيبل او جزئيه بتدي فلكسيبل للمكان اللي هي موجوده فيه. عايزاكم تتخيلوا جسمنا من غير بون ومن غير كارتلج، ايه اللي يحصل؟ هنقع على الارض، هنبقى عباره عن هيوج بيس اوف ميت without any shape cannot move. تمام كده، هنبقى بنتدحرج. فايه اللي هيحصل؟ طبعا احنا كده ملناش شكل. ايه فايده السكيلتون هنا؟ support the body. يبقى السكيلتال تيشو او السكيلتال كونكتيف تيشو بيعمل ايه يا اولادي؟ supporting the body, give the body its shape. الشكل بتاعي كله انا هطلع طويل، هطلع قصير، جسمي عريض، جسمي رفيع، ده كله بسبب السكيلتون بتاعي. يبقى السكيلتون بتاعي سواء كان بون او كارتلج ده يعتبر supported, support the body. يبقى تاني type of tissue اسمه skeletal tissue، وده بيعمل ايه الفانكشن بتاعته؟ بيعمل support the body. ده البون والكارتلج. والفرق ما بين البون والكارتلج يا ولادي وجود الكالسيوم. ليه البون solid؟ because it containing calcium كصولت. بالمناسبة الكالسيوم attach with the bone مش inside the bone. اما الكارتلج عشان تبقى فليكسيبل هاز نو كالسيوم. طب النوع الثالث اسمه فاسكولار كونكتيف تيشو. ايه حكايه الفاسكولار كونكتيف تيشو ده؟ فاسكولار يعني تيشو بيعمل ترانسبورت، بينقل. مين الجزء اللي في جسمنا بيعمل ترانسبورت للفود والاكسجين والكربون دايكسايد؟ البلد. انا عندي تو ليكويد في جسمي، سائل لونه احمر وهو البلد، سائل لونه أبيض وهو الليمف. الليمف هو سائل أبيض شفاف، وده اللي موجود أو بيحتوي على الوايت بلود سيل، ده اللي بنسميه الإيميون سيستم، ده اللي بيكاري لارج أماونت أوف وايت بلود سيل تو أتاك مايكروبس. البلود والليمف يعتبروا فاسكولار كونكتيف تيشو لأنه بيعملوا ترانسبورت للفود، ترانسبورت للجازس تو أول بودي سيلز. يبقى انا كده عندي كام تايب اوف تيشو؟ تعالوا نراجعهم تاني. اول نوع اسمه كونكتيف تيشو بروبر، ده بيعمل كونكت اورجان تايتلي، موجود ما بين السمول انتستن في جزء اسمه الميزنتري. الميزنتري اللي هي الاجزاء اللي بتربط السمول انتستن مع بعضها. تمام. الجزء التاني اللي هو بنسميه الديرمس، الديرمس اللي هي موجوده في السكن، ده كونتين كونكتيف تيشو بروبر. النوع التاني اسمه skeletal connective tissue، وده موجود فيه البون والكارتلج، وده الفانكشن بتاعته supporting the body. النوع التالت اسمه vascular connective tissue، وده بيعمل transporting. بيعمل transporting لإيه؟ بيعمل transporting للفود والجازس، وده عندي blood والليمف. السؤال بقى، انت دلوقتي كلمتينا عن العظم والعظم ده solid، كلمتينا عن التيشو اللي بيعمل هولدنج للاورجان وده لازم زي الاستك فليكسيبل، وكلمتينا عن البلاد وده فلويد، ازاي تيشو واحد وفي كل الاختلاف ده في البروبرتيز بتاعته؟ قال لي ده بسبب وجود يا ولادي ماده اسمها انترسيلر سبستنس. دلوقتي التيشو ده يا ولادي عباره عن نوعين من السيلز كومباين توجذر، عباره عن ديد سيلز امبيدد فيها ليفينج سيل، يعني مغروس فيها خلايا عايشة، embedded in dead cells. يبقى أنا دلوقتي عندي خلايا dead embedded فيها living cells. طب إيه اللي بيحصل؟ ال dead cells دي اللي أنا بكلمكم عنها مرة تكون solid، مرة تكون semi solid، مرة تكون fluid. من هنا بيجي الاختلاف ما بين ال types بتاعة ال connective tissue. يعني مثلا
البلد هتكون الانترسيلولر سبستنس هنا ايه؟ فلويد. طب اللي موجوده في البون اكيد هتكون سوليد الانترسيلولر سبستنس. اما لو موجوده في الكونكتيف تيشو بروبر اللي هو مرن زي الاستك لازم تكون سيمي سوليد. يبقى هنا قسمناهم تبع الانترسيلولر سبستنس عشان اختلاف النيتشر بتاعه كل تايب من التيشو دي. تعالوا بقى نشوفها مع بعضينا. الكونكتيف تيشو are classified according to the type of intercellular materials. زي ما قلت لكم الانترسيلولر ماتيريالز اللي هي الجزء النون ليفنج اللي مغروس فيه معاه ليفنج سيلز. اول نوع اسمه كونكتيف تيشو بروبر او بروبر كونكتيف تيشو، وده سيمي سوليد انترسيلولر سبستنس. ده موجود في الديرمز، الديرمز اللي هي الانر لاير اوف ذا سكين اللي هي الاتاتش وذ ذا ماسلز، كمان في الميزنتريز، الميزنتريز اللي هي بتربط السمول انتستن مع بعضها. انا قلت لكم السمول انتستن 8 متر، فاللي بيحصل ان هي ال 8 متر دي ما بيحصلش ان فولد بتيجي على الثانيه بسبب وجود الميزنتريز دي، بتحافظ على ان كل جزء منها يكون في مكان مستقل. سكيليتال كونكتيف تيشو ده بيتميز الانترسيلولر سبستنس بتاعته سوليد، وده موجود في البون والكارتليج. وقلنا الفرق بين البون والكارتليج ان البون containing calcium والكارتليج has no calcium. vascular connective tissue، الvascular connective tissue دوت ده containing fluids، طبعا fluids يعني في درجة لزوجة of intercellular substance. ده موجود فين يا ولادي؟ موجود في البلود واللمف. زي ما انتم شايفين ده معايا الكونكتيف تيشو بروبر، ده اللي قلت لكم عامل زي الاستيك، وده اللي بيعمل كونكت اورجان تايتلي. النوع الثاني اسمه سكيليتال كونكتيف تيشو، ده اللي بيعمل البون بتاعتي، وده اللي بيعمل الكارتليج، ده مور فلكسيبل، وده الفاسكولار، ده الدم يا ولادي، ده الدم. عندي وايت بلود سيل وعندي ريد بلود سيل، موجوده في سائل اسمه البلازما. يبقى البلازما دي نون ليفنج، مغروس فيها او امبيدد فيها ليفنج سيل زي ريد بلود سيل والوايت بلود سيل. النوع الثالث اللي نحب نتكلم عنه المسلز. ايه هي المسلز؟ المسلز اللي هي العضلات. العضلات باختصار اي جزء لحمي في جسمي انا بسميه مسلز. هل يا ترى المسلز في جسمي كلها زي بعض؟ اكيد لا. اولا ايه الامبورتنت اوف ذا مسلز؟ قال لي المسل this type of tissue contract relax and make motion، ينقبض وينبسط ويعمل الموشن. يعني علشان احرك صباعي انا محتاجه المسلز، لان المسلز دي جزء منها بيعمل contract والجزء الثاني بيعمل relax عشان اقدر احرك الليمبس بتاعتي، الليمبس اللي هي الاطراف، ايديا رجليا او جسمي. طبعا ده باوردر بيجي من النيرفس سيستم او الجهاز العصبي. يبقى دلوقتي المسلز الفانكشن الاساسيه بتاعتها contract relax and make motion. طب احنا هنقسم المسلز بناء على ايه؟ هقسم المسلز يا ولادي حسب هل هي attach with the skeleton ولا away from the skeleton. عندي ثلاث انواع من المسلز، 3 type of muscles. نمبر 1 النوع الاولاني skeletal muscles، ودي اتسمت بالاسم ده عشان attach with the skeleton. يبقى اي مصل موجود على السكيلتون بتاعي بسميها ايه يا ولادي؟ سكيلتال مسلز. الموجود على الارم، الموجود على الليج، الموجود على منطقه الترانك اللي هي المنطقه اللي حوالين الفيرتبرال كولم، اي جزئيه فيها بون وعليها مسلز دي بسميها سكيلتال مسل. ايه مميزات المسلز دي؟ المسلز دي زي ما انتم عارفين هنلاحظ ان هي فولنتري، بحركها بارادتي. كلمه فولنتري يعني بالاراده بتاعتي، انا برفع ايدي، بنزل ايدي، بحرك صباعي، ده بنسميها voluntary movement. كمان لما شفنا المسلز دي لقيناها striated. يعني ايه كلمه striated؟ يعني فيها اماكن دارك، اماكن لايت. دول نوعين يا ولادي من البروتين، نوع اسمه مايوسين ونوع تاني اسمه اكتين. انا بس عايزاكم تعرفوا كلمه striated يعني فيها اماكن دارك واماكن لايت، دي صفه بتميزها. وان هي contain multi nucleus. يبقى تاني السكيليتال ماسلز اتسمت سكيليتال ماسل ليه؟ عشان attach with the skeleton.
تتميز بإيه؟ إن هي استرييتد، يعني استرييتد فيها دارك اريا ولايت اريا، دارك اريا ولايت اريا. كمان فولنتري يعني بحركها بإرادتي، تمام كده؟ يبقى استرييتد فولنتري اتاتش وذ ذا سكيلتون. فين السايت بتاعها؟ موجودة فين؟ موجودة في الأماكن اللي فيها بون، موجودة حوالين الأرم أو في الأرم، موجودة أو في اللمب بصورة عامة، موجودة في الليجز، موجودة في منطقة الترنك. النوع التاني من الماسلز بنسميها سموث ماسلز. السموث ماسل دي لما نيجي نشوفها هنلاقيها في أماكن away from the skeleton، بعيدة عن العظم. إيه ده، هو إحنا عندنا أماكن في جسمنا فيها ماسلز بعيدة عن العظم؟ أيوه، الاستومك بتاعتي دي ماسلز. افتكروا كده لما بنجوع ايه اللي بيحصل؟ المسل دي بيحصل لها كونتراكشن، بحس بالالم، ببقى جعان، ده كونتراكشنز بيحصل للمسل، تمام كده؟ الناس بيجي لها كولون، الكولون ده لارج انتستن، بيحصل كونتراكشنز، ده مسلز. اليوريناري بلادر اللي هي كونتيننج يورين او ستورينج يورين بتعمل كونتراكشنز. اليوترس الرحم بيعمل كونتراكشنز. دي اماكن بعيده عن البون او السكيلتون بس containing ايه؟ muscles. دي اولادي بنسميها smooth muscle. السموث ماسل دي لما تيجي نشوفها مش هنلاقيها ستريتد، ما فيهاش اماكن دارك واماكن لايت. اول حاجه اتسمت سموث علشان ما فيهاش دارك ولايت بروتين او اريا، كمان ان هي بعيده عن السكيلتون، بعيده عن العظم. طيب هل دي يا ترى بنحركها فولنتري ولا انفولنتري؟ طبعا لا، طبعا ما بتحكمش فيها، ما حدش فينا بيتحكم في الكونتراكشن بتاع اليوترس ولا البلاد ولا اليورينري بلادر، اوكي؟ لكنها دي بتتحرك ان فولنتري. تعالوا كده نشوفهم مع بعضينا. ماسل تيشو دي كونتراكت اند ريلاكس اند ميك موشن. سكيليتال ماسل اتاتش وذ ذا سكيليتون زي ما انتم شايفين كده، سترييتد يعني مخططه وتتحرك فولنتري. دي موجوده في الارم في الليجز اند ترانك. النوع الثاني سموث زي ما انتم شايفين كده، كل سيلز لوحدها مستقله، فعشان كده قلت عليها انستريتد انفولنتري. ودي موجوده في الوول اوف دايجستيف كانال، موجوده في اليورينري بلادر، موجوده في البلاد فيسل سواء الارتري او الفينز. اخر نوع من الماسلز زي ما انتم شايفين دي الكاردياك ماسلز. الكاردياك ماسلز اللي هي عضله القلب، عضله القلب بتاعتنا زي ما انتم شايفين المنظر، بصوا كده سترييتد مخططه، اماكن دارك اماكن لايت. بس هل القلب انا بحركه بارادتي ولا لا؟ انفولنتري. يبقى دي تتميز ان هي سترييتد انفولنتري ماسلز. دي موجوده فين؟ قال لي دي موجوده في الوول اوف ذا هارت. كمان يا ولادي بيتميز الهارت انه بيحتوي على حاجه اسمها انتركليتد ديسك. هذا الديسك الموجود زي ما انتم شايفينه في عضله القلب كلها او الكاردياك ماسلز، ده بيساعد ان الهارت بامبنج ذا بلاد ريجولاري، يعني بيساعد الجدار بتاع الهارت كونتراكت ات ذا سيم تايم، يعني في الحاله دي بيعمل ايه؟ كاري اوت اتس فانكشن اللي هو كونتراكت اند ريلاكس. يبقى تالت عضله اسمها الكاردياك، ودي موجوده في الهارت فقط، ودي بتتميز ان هي استرييتد فيها دارك ولايت اريا، وان هي انفولنتري ما بتحكمش فيها. ايه الميزه كمان اللي بتميزها؟ الانتركليتد ديسك. دي اشكال المسلز، دي سموث مسل، دي سكيليتال مسلز، دي كاردياك مسلز. النوع الاخير من التيشو اسمها نيرفس تيشو. النيرفس تيشو يا ولادي ده مسؤول عن regulating the different function of the body and organ، ده اللي بينظم حركه الاورجنز بتاعتي او جسمي ككل. عن طريق ايه؟ they received sensory stimulus. stimulus هنا اللي هي المؤثرات اللي انا بحس بيها، سواء كان المؤثر ده internally or externally. يعني مثلا انا جعانه، اللي هيقول لي ان انا جعانه مين؟ الامبلس اللي هيحصل من اللي هيبعته المسلز بتاعه الاستومك من خلال النيرف. طب انا بحس بالحر، انا بحس بالبرد، انا في ضوء جامد جاي عليا، ده external، برضو اللي هيقول لي الكلام ده النيرفس سيستم، ده اللي بيستقبل الاستيمولس سواء كان الاستيمولس اللي هو المؤثر ده انترنالي او اكسترنالي، ويبدا يبعته من خلال السباينال كورد اللي هو موجود جوه العمود الفقري بتاعي، بينقله الى البرين. جوه البرين مراكز مختلفه
او سنتر دي مسؤوله عن السنسيشن بتاعنا. تمام. كمان زين بيحصل سند موفمنت اوردرز، بيدي بقى الاوردر، لو البرين عايزني اتحرك بيديني اوردر ان انا احرك ايدي او احرك جسمي بطريقه معينه، فبيبدا يبعت الامبلس دوت الى الريسبونس اورجان او المسلز اللي هتبدا يحصل لها كونتراكت. يبقى تاني اتكلم معاكوا على النيرفس سيستم. النيرفس سيستم يا ولادي هو اللي بينقل الامبلس، الامبلس اللي هي الاشارات العصبيه المسج. يعني دلوقتي اللايت لما بينزل على عينينا بيعمل امبلس على الريتنا بتاعت عينينا، فبيكون في نيرف كاري ذا امبلس تو ذا برين، جوه البرين بتاعي او انسايد ذا برين سنتر، مسؤول عن الفيجن، عن الرؤيه. تمام. نفس الكلام لو لمست شيء والشيء ده مثلا سموث او رف، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل امبلس، الامبلس ده يتنقل من خلال نيرف للسباينال كورد الموجود جوه الفيرتبرال كولم اللي هيبدا يبعته للبرين. طب ايديا عايزه، مخي عايز يبعت رساله تانية، يبعتها من خلال نيرف تاني للسباينال كورد اللي يبعتها للنيرف ان انا مثلا ارفع ايدي او انزل ايدي. يبقى انا دلوقتي مطلوب ان الجزء ده كله يتحرك بسرعه، فربنا عامل لنا النيرف منتشره في كل جسمنا. طب ايه البيلدينج يونت اوف ذا نيرف؟ حاجه خدناها قبل كده اسمها النيرف سيل. تعالوا نفتكر كده مع بعضينا ايه هي النيرف سيل. بص كده معايا على دي رسمه النيرف سيل. دي زي اي سيل عندها نيوكلاس اهي، عندها سيتوبلازم زي ما انتم شايفين، عندها دندرايتس دي اللي بتستقبل بيها، دي تستقبل بيها النيرف امبلس، عندها الاكسون، بالمناسبه الاكسون ده بيصل طوله الى 1 متر. تمام كده. تتميز كمان ان ما عندهاش سنتريول فما بتقدرش تعمل سيل ديفيجن. This is the end of our episode today. ان شاء الله I'll meet you next week. Goodbye.